بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وبندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وبركة لمصر وللعالم الإسلامي. الحقيقة بنرحب بحضراتكم في مدينة بدر يعني كمناسبة سعيدة لافتتاح الحقيقة عدد كبير من مشروعات الإسكان. وملف الإسكان يمكن الحقيقة واحد من الملفات اللي من ضمن ملفات كثيرة جدا اقتحمتها الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية عشان نقدر ننقل الدولة المصرية نقلة نوعية حقيقية بهدف واحد يعني وضعته القيادة السياسية، وهو تحسين جودة حياة المصريين. إذا كنا النهاردة بنفتتح مشروعات تخص مجال الإسكان، ولكن احنا الحمد لله الدولة المصرية اقتحمت ملفات في السبع سنين دي كانت ملفات بتكبل يعني الدولة المصرية على مدار عقود قبل كده، ملفات زي المرافق، مية وصرف وكهرباء وغاز، طرق، ملف زي التعليم، زي الصحة، زي التموين. الحقيقة كل هذه الملفات الدولة المصرية اقتحمتها بشجاعة كبيرة جدا في خلال هذه الفترة عشان تعوض وتعالج ما تراكم على مدار عقود ماضية الحقيقة. ويمكن يعني بالتأكيد مع الإرادة السياسية الكبيرة ومتابعة فخامة الرئيس لكل هذه المشروعات والجهود اللي بتقوم بها الدولة، هي دي اللي يمكن مكنتنا الحمد لله ان احنا نصل الى ما يعني وصلنا اليه النهاردة بعد مرور سبع سنوات، واللي لسه بنقول احنا محتاجين لسه شوط كبير جدا. ودايما زي ما فخامة الرئيس بيقول احنا قطعنا خطوة من ألف خطوة. ولكن يمكن هنا انا حابب ان انا اتوقف عند نقطة مهمة جدا، ان يعني اذا كنا بنقول ان الدولة المصرية يعني كان هناك الحقيقة مشاكل كثيرة متراكمة، يجب ان يعني نقول برضو من الانصاف ان جايز ان ظروف الدولة المصرية في العقود اللي ماضية ما كانتش قادرة تمكنها انها تقتحم هذه الملفات بسبب ظروف مرت بها الدولة المصرية زي ظروف الحروب وعدم الاستقرار وكل ده اللي كان برضو مخلي الدولة مش قادرة. ولكن الحقيقة يمكن التحدي الاكبر اللي دائما لازم ان احنا نحطه نصب اعيننا، ان يعني صاحب كل هذه الظروف اللي مرت بها الدولة كان تحدي كبير جدا، وهو الزيادة السكانية الكبيرة اللي شهدتها مصر في خلال 100 سنة. ودايما انا حابب هنا اقف عشان نقارن ان مصر سنة 1900 كان عدد سكانها 9 مليون، ابتدى الارقام تتزايد وصلنا النهاردة بعد فقط اقل من 120 سنة بقينا 102 مليون. يعني زدنا يعني فوق 11 او 12 مرة كعدد سكان. وبالتالي ده طبعا يعني نقدر كان بيضيف تحدي كبير جدا على الدولة المصرية، اللي بيخلي النهاردة اللي احنا كلنا بنتكلم وبنقول لابد من وقفة صارمة مع هذه القضية، لان ببساطة شديدة مع كل الجهد اللي بيزبل لو استمرت هذه القضية بهذا الشكل احنا كده برضو هيكون المردود الايجابي مش بالصورة المرجوة اللي احنا عايزينها للمواطن المصري. الحقيقة انا حابب هنا اتوقف عند نقطة صغيرة. يعني لما ابتدينا نتكلم على هذا الموضوع يعني بدأت تثار بعض النقاط، ان بيتقال الزيادة السكانية دي نعمة وليست نقمة، وان لا دي بالعكس بتبقى قوة من قوة الدولة ان يبقى فيه هناك زيادة سكانية. ولكن انا عايز اقول ومن تجارب الدول العالمية والدول النامية بالذات اللي سبقتنا في هذا الموضوع، ان لما الزيادة السكانية بتفوق قدرة وامكانيات الدولة على توفير ليها الخدمات والسكن والمرافق وفرص العمل بتصبح تحدي. وده اللي خلى هذه الدول في مرحلة من المراحل انها مع وهي بتقوم بنهضتها وتنميتها بتعمل برامج لمحاولة ضبط الزيادة السكانية عشان تقلل هذه الفجوة وتعوض اللي كان متراكم عندها وتنفذ فيها مشروعات كبيرة. ومع مرور الوقت بترجع تاني وبتقول خلاص احنا الحمد لله الدولة اتبنت وبقى لدينا القدرة. وبالتالي ابتدينا نشوف دول بعد ما كانت عاملة برنامج لضبط السكان ابتدت ترجع تاني وتعمل برامج لتحفيز النمو السكاني. ده اللي احنا بنقوله ان احنا كمصر مشكلتنا كانت على مدار العقود السابقة ان قدرات الدولة وامكانياتها لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة السكانية، فاصبح الموضوع تحدي حقيقي في هذا الموضوع، ومنها ملف الاسكان. فالحقيقة يمكن قضية الإسكان استمرت على مدار عقود طويلة هي قضية حقيقية تواجه الدولة المصرية. المواطن المصري ما استناش لما لقى أن الدولة غير قادرة على تلبية احتياجاته
حاول ان هو يحل المشكلة بنفسه. فللأسف النتيجة لان البناء والتصور اللي بيضعه المواطن تصور بسيط ويفتقر لآليات التخطيط، كان نتاج هذا الكلام استفحال ظاهرة النمو العشوائي وظاهرة المناطق الغير أمنة اللي كانت موجودة في كل المدن المصرية في مدار العقود السابقة. الحقيقة يمكن الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية وضعت استراتيجية واضحة جدا. أنا آسف نرجع لقبلها بعد إذنكم. إيه هو الاستراتيجية بعد إذنك اللي بعده؟ إيه هي اللي إحنا اشتغلنا عليه كدولة في مدار على مدار هذه الفترة؟ إحنا الحقيقة اشتغلنا على محورين مهمين جدا، وأنا حابب دايما أأكد عليهم. إن إحنا اشتغلنا على إن إحنا كدولة قاعدين على أقل من 7% من مساحة مصر، عشان نستوعب الزيادة السكانية محتاجين ننتشر أفقيا. الانتشار الأفقي ده كان من خلال إعمار الأرض وإعمار مناطق جديدة وظهور يعني الإسراع بالمدن الجديدة اللي كانت قائمة، إن إحنا ننميها أكتر، ومنهم مدينة بدر، ولكن أيضا إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة اللي إحنا بنتكلم عليه الجيل الرابع. الكلام ده كنا بنعمله وبسرعة جدا من أول لحظة طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس، ولكن بالتوازي معاه كنا بنشتغل على المحور الأعقد والأصعب والأكثر كلفة، وهو تطوير العمران القائم. أنا بقول هذا الكلام لأن لما بدأنا إطلاق المدن الجديدة انتشرت برضو بعض النقاط والتعليقات، هو أنتوا ليه بتبدأوا بدول وسايبين العمران القائم يعني متردي أو متدهور؟ الناس مش واخدة بالها أن احنا بدأنا الاثنين مع بعض، لكن إشكالية وتحدي العمران القائم أن أنا عشان أدخل أطور منطقة عشوائية أو منطقة متدهورة، احنا بناخد وقت في البداية، عشان أولاً احنا بنشتغل في منطقة الناس ساكنة فيها وليست منطقة جديدة. لازم نبدأ نناقش مع المواطنين ونبدأ نتفاهم معاهم ونتعامل معاهم، نبني لهم سكن بديل لو هننقلهم في منطقة أخرى بعيدة عن المنطقة اللي هم قائمة. حتى لو كنا ناويين ان احنا نعيد البناء في نفس المنطقة، لازم الأول نوفر لهم بديل مؤقت، وبعد كده بعد ما نخليهم نهد ونرجع نبني. الكلام ده بياخد وقت طويل، لكن في نفس الوقت احنا كنا شغالين في الاثنين مع بعض. ولكن كان الناس بتقول عشان شافت بسرعة نتاج البناء اللي هو بيحصل على أرض بكر، فكان بعض الناس بيقولوا الله طب انتوا بدأتوا هنا ليه وسايبين العمران القائم، بينما بالفعل احنا شغالين في الاثنين بالتوازي. وهنا لما بنتكلم على العمران القائم احنا بنتكلم على محاور وبرامج الدولة الحمد لله النهاردة شغالة فيها، سواء تطوير العشوائيات، تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من خلال برنامج إسكان جديد يعني فخامة الرئيس أطلقه بإنشاء 500,000 وحدة في عواصم المحافظات، والمشروع الكبير جوهرة الجمهورية الجديدة وهو تطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها فخامة الرئيس قبل عيد الأضحى المبارك. الحقيقة فندم إحنا الحمد لله نجحنا في خلال الفترة دي إن إحنا نضاعف معدلات إنشاء الوحدات السكنية في مصر بالمقارنة بالحقيقة الأربعين سنة الماضية. إحنا يمكن كان متوسط الدولة المصرية في الإنشاء من 76 ل 2005 حوالي 42,000 وحدة في السنة. العدد ده زاد زيادة طفيفة بقى 48,000 وحدة في السنة من 2005 ل 2013. إحنا النهاردة الحقيقة اللي اتبنى في الست أو سبع سنوات الماضية يفوق أو يعادل بالضبط اللي اتبنى على مدار 40 سنة، ووصلنا النهاردة لمعدلات 225,000 وحدة سكنية في السنة. وده يعتبر برضو ما زلنا النهاردة دي خطوة، ومستهدفين ان احنا ان شاء الله ايضا نزيد من هذه المعدلات في خلال المرحلة القادمة. الحقيقة يمكن انا هترك لأخي وزميلي وزير الإسكان ان هو يعرض كل ملامح ومحاور برنامج الإسكان الاجتماعي أو السكن كل المصريين، محور سكن كل المصريين اللي سيادة الرئيس وجه الدولة المصرية بتنفيذه في كل المحاور، ولكن أنا اسمحوا لي أركز في العرض بتاعي على الجزء الخاص بالمناطق الغير أمنة أو سكن العشوائيات. أنا عايز أسترجع معاكم يعني كذاكرة لحضراتكم جميعا كيف كانت مصر قبل 2011. أنا جبنا بس بعض المقتطفات من الصحف اللي كانت موجودة، وبعضها لو حضراتكم قريتوا التاريخ يمكن في 2010، ويمكن حضراتكم تتذكروا الحادثة الشهيرة بتاعت صخرة الدويقة واللي راحت فيها ضحايا، وكانت العناوين زي ما حضراتكم شايفين بتقول ان يعني بعض رويتر كانت بتقول رغم المخاطر بتاعت العشوائيات، العشوائيات دي هتفضل في القرن كمان 21 في مصر.
ان الدويقة بعد عام بعد الكارثة، الكارثة لم تنتهي بعد. يعني انا بدي بس بعض العناوين اللي حضراتكم شايفينها، ودي اللي يمكن يعني الحقيقة كان من اول تولي فخامة الرئيس وحط هدف محوري، وهو مش ممكن نسمح باستمرار وبقاء هذه النوعية من السكن ومعاناة أهالينا اللي موجودين، ولازم نحل هذه المشكلة مهما كلفنا الأمر. بلدنا مصر، إن احنا نستحمل شوية عشان نشيل الكلام ده من حياتنا، بس احنا بنغير لأجل خاطر ناس ظروفها مش هتقدر. فاحنا بنقوله ان احنا كلنا معاك وهنغير لك ده، مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب اطفالنا يطلعوا كده. دي كان توجيه فخامة الرئيس اللي احنا كدولة اشتغلنا عليه في مدار الست سنوات الماضية، ان احنا ببساطة شديدة مش ممكن نسيب اطفالنا يطلعوا بالشكل اللي احنا شفناه. الحقيقة يمكن بناء على هذا الموضوع الدولة المصرية اشتغلت على حل هذه المشكلة من منطلق ان الحق في السكن الكريم هو واحد من اهم حقوق الانسان. وكلمة حقوق الانسان هنا لابد ان نضع عليها اكثر من خط، لان حقوق الانسان يعني بتضم محاور كثيرة جدا، واعتقد يأتي على رأسها جودة حياة للمواطن انه يقدر يعيش في منطقة لائقة ومنطقة كريمة. الحقيقة فندم احنا لما بدأنا في المناطق الغير امنة احنا كان عندنا 357 منطقة، التكلفة الفعلية اللي كانت مقدرة 63 مليار جنيه لتطويرهم، ده غير المناطق اللي احنا بنقول عليها العشوائيات الغير مخططة، هي مناطق غير آمنة. الغير آمنة دي لازم نزلها لان البيوت حالتها سيئة زي ما هنشوف واللي عملناه، لكن المناطق الغير مخططة اللي ما يطلق عليها العشوائيات بيوت مسلح ولكن تفتقر للخدمات، ودول لوحدهم ايضا كان تحدي كبير جدا احنا شغالين عليه النهارده كدوله. ده بالاضافه ايضا للاسواق العشوائيه اللي اقتحمنا هذه المشكله اللي كانت موجوده في كل المدن المصريه. الدوله خصصت وانفقت في هذه الفتره اكثر من 425 مليار جنيه عشان نغير وجه مصر في هذه المناطق اللي كانت غير ادميه بكل ما تعنيه الكلمه. الحقيقه يمكن المناطق الغير امنه زي ما قلت لحضراتكم، المناطق دي كانت منتشره في كل يعني حوالي 25 محافظة من محافظات الجمهورية، بقى عددهم في كل المناطق. يمكن القاهرة طبعا كانت يعني نصيب الأسد 54 منطقة، وبيسكنها 30% من سكان هذه المناطق كانوا جوا محافظة القاهرة. الحقيقة يمكن منهجنا ان احنا ما كناش فقط ان احنا نبني سكن، ولكن ان احنا نطور هذه المناطق تطوير كامل. يبقى لما بنوفر السكن احنا بنوفر معاه كل الخدمات اللائقة للمواطن، سواء اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، صحية، عشان ننقل المواطن إلى مكان متكامل وليس فقط مجرد وحدة سكنية. النهاردة احنا موقفنا هو ان احنا انتهينا والحمد لله تقريبا من الانشاء من 100%. وانا هنا بتكلم على ان احنا اللي سكناهم بالفعل هم 90%، 10% المتبقية انشأنا الوحدات زي ما هنوري حضراتكم. احنا فقط بننهي الخدمات الأخيرة مع بعض اللمسات، وبنبدأ إن شاء الله قبل نهاية هذا العام نسكن مواطنينا في هذه المناطق تباعا عشان نكون كده إن شاء الله أنهينا بالكامل. لكن عملية البناء نفسها انتهت بالفعل في كل هذه المناطق كإسكان بديل لها. أنا عايز هنا يمكن أتوقف كيف كنا يعني هذه المناطق، ويمكن محتاج ان احنا ندقق في كل صورة كنموذج من هذه المناطق، لان هي دي كانت الصورة اللي كانت موجودة من 6 سنوات. الصورة اللي بعدها وهو كيف اصبحنا في نفس المناطق، هي نفس المناطق بنفس الاسماء. الدولة المصرية كيف استطاعت ان تغير من الوجه اللي كانت موجودة عليه هذه المناطق. ويمكن هشرح لحضراتكم بالتفصيل كل منطقة اتعمل فيها ايه سريعا، ولكن بس احنا انا حبيت احط النقطتين دول كتلخص الصورة كيف كنا وكيف اصبحنا في هذه المناطق. الحقيقة يمكن اسمحوا لي اركز شوية على وجودنا في محافظة القاهرة، احنا اشتغلنا ازاي على مستوى القاهرة كنموذج لكل محافظات مصر. القاهرة يمكن يا فندم كان في 2015 54 منطقة، 70,000 وحدة مطلوبين ان احنا نعملهم كاسكان بديل. النهاردة بعد هذه المدة اللي بعدها احنا انهينا بالكامل
اللي متبقي عندنا 15 منطقة اللي هم هننقلهم بالفعل في المناطق الجديدة اللي بنيناها في منطقة السلام ومنطقة معا، اللي إن شاء الله مع نهاية هذا العام هتكون كل هذه المناطق بإذن الله اتشالت بالكامل من خريطة محافظة القاهرة. أنا بس حابب إن احنا نحط نشوف صورة كانت منطقة مجرى العيون قبل التطوير، وكانت إزاي شكل البيوت اللي فيها، والنهاردة بعد الإخلاء وبدأنا عملية البناء اللي موجودة فيها. دي كانت شكل منطقة سور مجرى العيون ومنطقة المدابغ اللي كلنا كانت مشهورة. الحقيقة منطقة بطن البقرة، ودي من المناطق اللي أزلناها حديثا، كانت شكل الكتلة عاملة ازاي، والنهاردة الأرض بعد ما أخليناها، وفي مشروع كبير هنعرضه لحضراتكم عشان تطوير هذه الأرض ونستفادة منها في خلخلة الكتلة الغير مخططة اللي حواليها. ودي كانت صورة المنطقة اللي كانت موجودة وازاي أهالينا كانوا عايشين فيها. منطقة مسفيرو الشهيرة، والنهاردة الحمد لله عملية التنمية اللي بتحصل فيها، ودي كانت شكل المنطقة قبل ما يتم إزالتها بالكامل. منطقة الحقيقة هضبة الحرفيين في منشية ناصر، النهاردة بعد ما أخليناها بالكامل وبيتعمل عليها مشروع كبير لإنشاء مجموعة من الورش الحضرية لنقل الورش الغير يعني بيئية أو المقلقة بيئيا في هذه المنطقة، وكانت إزاي شكل هذه المنطقة قبل إزالتها. منطقة الحقيقة الزبالين في مدينة 15 مايو، الحقيقة اللي كانت من سنتين مبنية على مخر سيل، ويمكن كانت فيها مشكلة انها غرقت لما حصل السيل، نتيجة لان يعني اهالينا كانوا بانيين في منطقة غير المفروض انها تتبني، والنهاردة اخليناها، والنهاردة ده كان شكل المنطقة لما حصل فيها عملية السيل، والنهاردة هنوري حضراتكم صورة الاسكان الجديد اللي اتبنى مقابل ليهم. المنطقة بتاعت تل العقارب الشهيرة واللي جنبها الطيبي، المثلث ده كان هو ده منطقة تل العقارب، ودي منطقة الطيبي. النهاردة احنا بنينا روضة السيدة، واخلينا منطقة الطيبي كمان، وحنبني عليها امتداد لمنطقة روضة السيدة النهاردة عشان نغير وجه قلب القاهرة. دي كانت شكل منطقة تل العقارب اللي كانت موجودة. الحقيقة يمكن عشان نعرف الناس دي كلها راحت فين وازاي كان الجهد اللي اتعمل، دي المناطق اللي يمكن لما اطلقنا وسيادة الرئيس شرفنا بافتتاح عدد من هذه المشروعات، الحقيقة منطقة الأسمرات 1 و2 استوعبت كل هذه المناطق اللي قدام حضراتكم. كل هذه المناطق تم إخلاءها وتسكين أهالينا اللي فيها راحوا للأسمرات 1 و2. وعشان نشوف شكل هذه المناطق اللي الناس كانت موجودة فيها، دي كانت شكلها زي ما حضراتكم شايفين. رحنا وديناهم الأسمرات 1 و2 في منطقة متكاملة فيها كل الخدمات على أعلى مستوى من الوحدات السكنية والخدمات اللي موجودة فيها. الأسمرات 3 نقلنا كل هذه المناطق اللي قدام حضراتكم ووديناهم، دي كان شكل هذه المناطق. وأنا يعني مصر إن احنا نتذكر كيف كانت هذه المناطق شكلها إيه، ودايما كان توجيه سيادة الرئيس إن احنا ما ننامش قبل ما هذه المناطق تخلى ويظهر مكانها الشكل الحضاري الجديد اللي احنا ودينا فيه أهالينا النهاردة في هذه المنطقة. منطقة المحروسة 1 و2 نقلنا فيهم الأجزاء اللي كانت موجودة، منهم حكر السكاكيني، مناطق زي عشش المهاجرين، وبرضو حوري لحضراتكم صور المناطق اللي كان موجود فيها أهالينا، والنهاردة وديناهم في المحروسة 1 و2. والحقيقة عندنا كانت منطقة أهالينا 1 اللي قامت بيها القوات المسلحة، ونقلنا فيهم منطقة عزبة أبو رجيلة اللي هي ترعة الطوارئ، دي كان شكل ترعة الطوارئ والبيوت اللي حواليها. والنهاردة مع تطوير المنطقة بكل خدماتها، دي منطقة أهالينا 1 اللي تنقل فيها 1100 أسرة. والحقيقة النهاردة دي كانت منطقة تل العقارب اللي كانت يعني وريتها لحضراتكم، واللي النهاردة نقلناهم في منطقة روضة نفس المكان، أخلينا ورجعنا بنيناها في نفس الموقع وسكننا أهالينا مرة أخرى في هذه المنطقة اللي هي منطقة روضة السيدة. مثلث مسبيرو النهاردة احنا الحمد لله بنعمل ده الاسكان البديل، واللي يمكن دكتور عاصم هيعرض بالتفصيل شكله النهارده بقى عامل ازاي، اللي هو جزء من التطوير اللي بيحصل في مثلث مسبيرو. دي من المناطق يا فندم اللي احنا بنتكلم على اخلاءها في خلال الشهر او الشهرين الجايين، منطقه سن العجوز اللي موجوده كاحد المناطق الغير امنه اللي موجوده في محافظه الجيزه على الهرم، ودي الوحدات اللي ان شاء الله باذن الله انتهينا منها ومع الخدمات بتاعتنا، وحنبدأ اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله مع سيد محافظ الجيزة بدء تسكين يعني سكان المنطقة في هذه الجزء. منطقة عزبة أبو قرن، ويمكن دي آخر منطقة كبيرة النهاردة
بنتم إخلاءها الملاصقة لجامع عمرو بن العاص، ودي يمكن منطقة من أكبر المناطق الغير أمنة، ودي الصورة الحقيقة اللي موجودة فيها النهاردة. والنهاردة الحمد لله مع بدأنا فعلا التسكين من الأسبوع، وفي 250 أسرة بدأوا فعلا سكنوا خلاص وخدوا الوحدات، وتباعا على مدار إن شاء الله الشهر الجاي هنبدأ عملية إعادة التسكين لأهالينا في منطقة عزبة أبو قرن وإخلاءها بالكامل عشان نطور المنطقة كلها ضمن تطوير منطقة الفسطاط. منطقة السلام دي المنطقة البديلة للزرايب بتاعة 15 مايو وانتهت أيضا، وإن شاء الله هنبدأ أو بدأنا فعلا إجراءات التسكين. منطقة أرض الخيالة أيضا، ويمكن إحنا أنهينا العمارات بس بنخلص الخدمات المتكاملة، المدرسة والخدمات، عشان نبدأ برضو نعيد تسكينها للمناطق اللي إحنا محتاجينها، ومخطط إن إحنا ننهي كل مناطق القاهرة في خلال زي ما قلت لحضراتكم قبل نهاية هذا العام، تختفي كل المناطق الغير أمنة من على وجه القاهرة زي بقية المحافظات اللي بالفعل كل المحافظات تقريبا أغلبها أعلناها بقت مناطق خالية من المناطق الغير أمنة. الحقيقة إحنا ما اشتغلناش فقط على المناطق الغير أمنة، اشتغلنا أيضا على المناطق الغير مخططة. والمناطق الغير مخططة هنا إحنا بنتكلم على اخترنا 135 منطقة على مساحة 152 ألف فدان بيقطنها أكتر من 6 أو 7 مليون نسمة النهاردة، ويمكن اشتغلنا عليهم النهاردة. إحنا انتهينا بالفعل من 56 منطقة منهم وشغالين في الباقي النهاردة طبقا للخطة بتاعتنا، لأن اللي إحنا بنشتغل عليه إن إحنا بندخل تطوير، ويمكن دي موجود اللي إحنا طورناه بالفعل وأنهينا تطوير واللي جاري تطويره على مستوى الجمهورية، واللي إحنا شغالين فيه الحقيقة بتبقى مجموعة حزمة كبيرة من الخدمات. إن إحنا بنزيل بعض المناطق بيبقى شايفين زي ما حضراتكم هي بيوت للأسف معمولة بالخرسانة، فعشان نقدر النهاردة ندخل ونتعامل فيها، وأعتقد النموذج اللي احنا النهاردة نقدر نقارب به منطقة الأمل أو عزبة الهجانة سابقا اللي النهاردة بنصارع الوقت علشان نطورها، وزيها زي مناطق كثيرة جدا اشتغلنا عليها في نفس النموذج. احنا بندخل نزيل بعض المباني عشان نخلق محاور طرق، وده بيبقى حاجة شيء صعب جدا جدا جدا، نمد شبكات الصرف الصحي والمية والخدمات، نرصف الطرق الرئيسية، نبلط شوارع داخلية، نعمل شبكة للحريق، نوفر خدمات على الأراضي الفاضية علشان أهالينا اللي موجودين في هذه المناطق. الحقيقة دي نماذج من أعمال التطوير اللي اتعملت في منطقة زي الزاوية الحمراء في محافظة القاهرة، مناطق زي الوادي الجديد ازاي بندخل ونعمل عملية تبليط وطلاء للوجهات بعد ما نكون عملنا المرافق. دي منطقة في المحلة الكبرى، في المحلة الكبرى في الغربية ازاي برضو بنعمل عملية التطوير. الوادي الجديد برضو مرة اخرى ازاي بنعمل دهانات للبيوت والتبليط والرصف مع كل الشغل اللي احنا بنعمله. منطقة ابو هلال في محافظة المنيا، كل ده بيبقى حجم للتخطيط والتطوير اللي احنا بنعمله على منطقة قائمة. وبيبقى هنا الصعوبة ان الناس ما زالت قائمة وسكنة، وعشان نعمل اي تدخلات مضطرين ان احنا نتعامل مع اوضاع قائمة ونحلها بمشرط جراح زي ما بنقول، فده اللي بياخد جهد اكبر وتكلفة اكتر ووقت اكتر عشان نقدر نطور هذه المناطق. الحقيقة فندم احنا مش ساكتين فخامة الرئيس، وحضرتك وجهت ان احنا ندخل في برامج مهمة جدا اخرى تخص سواء القاهرة او بقية المحافظات. احنا بنتكلم على تطوير القاهرة التاريخية او القاهرة الاسلامية، ودي المناطق اللي احنا كانت ايضا مناطق لها قيمة تراثية كبيرة جدا، وان احنا النهاردة ما ينفعش ان احنا نسيبها على الاهمال اللي فيه، ونبدأ ازاي نطورها ونعظم من الاستفادة منها ونعيد رونقها مرة اخرى، لكن في نفس الوقت ان احنا نطور كل عواصم المحافظات والمدن الكبرى من خلال ان احنا نستغل الاراضي اللي موجودة اللي كانت ملكية للدولة جوه هذه المدن وكانت غير مستغلة، وفيها النهاردة أنشطة الحقيقة غير متوافقة مع التطور اللي بيحصل في هذه المدن. إزاي ناخد هذه الأراضي ونبدأ نعمل عليها مشروعات إسكان ومشروعات تنمية لأهالينا في هذه المدن، بحيث نوفر لهم أيضا وحدات إسكان في المدن القائمة. والنهاردة المستهدف من هذا البرنامج 500,000 وحدة سكنية. الحقيقة مشروع القاهرة التاريخية واللي سيادة الرئيس بيتابعوا على طول على مدار الساعة، بنستهدف به زي ما قلت لحضراتكم إعادة مرة أخرى رونق القاهرة التاريخية القديمة، ونرجع تاني الشكل اللي كانت عليه من عشرات السنين، ونشيل من عليها الإهمال الكبير
دي الأهداف والاستراتيجية التطوير اللي احنا شغالين عليها، نحافظ على المباني الأثرية والنسيج العمراني اللي كان موجود، ونحصر الأنشطة الغير ملائمة ونوفر لها بديل، ونأهل هذه الأحياء مرة أخرى ونعيد استخدامها بالاستخدام المناسب ليها. الحقيقة احنا شغالين النهاردة على مناطق فيها بالفعل منطقة باب زويلة، مسجد الحاكم، درب اللبانة، الفسطاط، أنا حطت نماذج منطقة مسجد الحسين والمنطقة بتاعت الأزهر، كل هذه المناطق شغالين عليها. أنا بس فقط حوري نماذج من هذه المشروعات احنا بنتكلم على ايه. منطقة زي باب زويلة ده شكل العمران اللي موجود حاليا واللي موجود نتيجة للإهمال اللي تركت عليه هذه المنطقة، والنهاردة احنا ده المستهدف، ازاي ندخل على المناطق الخاربة اللي موجودة دي، بنزيل النهاردة الركام ونعيد انشاء المباني اللي كانت موجودة بالستايل او الطابع الاسلامي واللي كان متناسب مع هذه المنطقة، عشان نرجع هذه المنطقة لما كانت عليه، مع عمل تطوير كامل لشبكات المرافق اللي موجودة في هذه المنطقة. ودي التصور للمناطق قبل وبعد اللي ان شاء الله شغالين عليها بأسرع وقت ممكن. النهاردة منطقة زي منطقة الحاكم ايضا، يعني انا بس حابب ان احنا نتوقف على شكل الصور اللي موجودة، واللي بنقول ان احنا النهاردة زي ما سيادة الرئيس وجه، مش منسبش المنطقة الجميلة دي تبقى بهذا الشكل. النهاردة أيضا ده التصور اللي احنا شغالين عليه اللي هتنتهي إليه هذه المنطقة مع عملية التطوير. منطقة درب اللبانة حضراتكم شايفين الشكل، والنهاردة أيضا مشروعات التطوير اللي احنا بنشتغل عليها جوه هذه المنطقة عشان نقدر ان احنا نعيد إحياء هذه المنطقة مرة أخرى وتبقى فعلا بحق منطقة تراث عالمي. منطقة الفسطاط، ودي منطقة الحقيقة احنا شغالين عليها في أكثر من محور. الحقيقة يمكن دي منطقة حدائق ما نطلق عليها منطقة الفسطاط القديمة. الأرض اللي حضراتكم دي كانت بطن البقرة بعد ما أخليناها النهاردة، والصورة دي حديثة. دي منطقة النهاردة بقت فاضية، ودي اللي يمكن ضمن مشروع التطوير اللي هنوريه لحضراتكم النهاردة. ده التخطيط بتاع المنطقة بالكامل، إن احنا ننشئ الحديقة مركزية للقاهرة، يعني زي ما بننشئ النهاردة حديقة مركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، نكون عندنا أيضا حديقة مركزية ومنطقة لقلب مدينة القاهرة القديمة على مساحة تقترب من 500 فدان بمشتملاتها، فيها كل العناصر الترفيهية والخدمية لكل أهالي القاهرة الكبرى. يمكن زي ما قلت لحضراتكم احنا هنا أخلينا منطقة بطن البقرة، دي منطقة عزبة أبو قرن اللي احنا بنخليها النهاردة، وأخلينا بقية المناطق اللي كانت غير أمنة جوه هذا الموضوع. اللقطة اللي بعديها بعد إذنكم، يمكن دي كانت منطقة سور مجرى العيون اللي كانت موجودة واللي أزلناها الحمد لله، ويمكن دي النهاردة صورة من المشروعات اللي جاري فعلا اتنفذت على الأرض. أنا هنا جايب صورة المبنى فعلا اللي متنفذ، دي كانت التصميمات وده اللي اتنفذ على الأرض بالظبط زي التصميمات عشان نغير وجه هذه المنطقة. هنا بنتكلم على منطقة عين الحياة، ويمكن ازاي أزلنا كل العشوائيات اللي كانت موجودة. ويمكن فخامة الرئيس شرفنا واحنا اثناء يعني موضوع نقل المومياوات، ان احنا ازاي افتتحنا هذه المنطقه بالكامل وغيرنا وجه هذه المنطقه وتحولت الى رئه خضراء النهارده جوه القاهره الكبرى. المنطقه ابو قرن واللي فيها 4750 اسره، والنهارده يمكن التخطيط اللي محطوط ان احنا ننشئ زي ما قلت لحضراتكم القلب الترفيهي والاخضر للقاهره، بحيث يبقى هو ده الشكل اللي هتبقى عليه هذه المنطقة مع تطويرها. حدائق كبيرة جدا مع مناطق تجارية وثقافية وحضارية تخدم القاهرة وتغير وجه هذه المنطقة الكبيرة جدا. دي الصورة الساحة الرئيسية اللي هتبقى أمام جامع عمرو بن العاص، مع تطوير الجامع نفسه هتتعمل ساحة رئيسية للمدخل، تبقى ده جزء من المشروع الكبير اللي النهاردة فعلا بدأنا تنفيذه، ويمكن سيادة الرئيس ضاغط علينا ان احنا نخلصه بأسرع وقت ممكن عشان نغير وجه القاهرة. منطقة بطن البقرة اللي احنا أزلناها الحمد لله وكيف كانت، والمشروع الجديد اللي احنا مقترحينه ان هو يبقى مشروع سكن عشان نقدر نعمل ايضا رصيد سكني اخر عشان نقدر نخلخل بقيه المناطق الغير مخططه اللي حوالين المنطقه دي عشان نغير مره اخرى الحياه لاهالينا اللي ساكنين في المناطق الغير مخططه. ده التصور العام لهذه المنطقه بالكامل، وحدات اسكان جديده بخدماتها عشان تبقى ليها اطلاله على حديقه الفسطاط، ونقدر المواطنين ان هم نستفيد من هذه المنطقه ايضا. المشروع الاخر المشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وده يمكن 500 ألف وحدة سكنية،
والنهارده دول تواجد احنا بدأنا بالفعل في 25% من هذا المشروع، وبقيه الاراضي تباعا النهارده بنخلص تخطيطها بالتعاون مع الهيئه الهندسيه وهنبدا ننفذ فيها، لكن بالفعل في 125,000 وحده على الارض بيتنفذوا، وهنشوف شكل هذه الوحدات النهارده. ده التصميمات الخاصه بيهم، ويمكن هنا ادي المناظير كلها، ويمكن هنا احنا تعمدنا ان احنا نبعد عن القاهرة ونشتغل على بقية العواصم والمدن الاخرى. مدينة زي السويس النهاردة ان احنا داخلين فيها مستهدف ان احنا يعني نبني فيها ما يقرب من 20,000 وحدة جديدة عشان نعمل برضو عملية اعادة تسكين للمناطق الغير لائقة في مدينة السويس وننشئ الوحدات. ده الشكل العام للحي بعد الانتهاء، حضراتكم شفتوا الصور، احنا وصلنا للدور الرابع حاليا في الوحدات الاسكان. ده المشروع الخاص ايضا في محافظة القليوبية، في مشروع اهالينا ثلاثة وبعض المناطق الاخرى. بالفعل النهاردة يعني بنخلص الهيكل الخرساني فيها. محافظة دمياط ايضا في منطقة راس البر بنعمل النهاردة مشروع اخر شغالين عليه. دي كلها نماذج لهذه المنطقة في كل مدن مصر الكبرى عشان نشتغل عليها. الحقيقة يمكن احنا الفترة الجاية ان شاء الله تركيزنا زي ما قلت لحضراتكم ننهي المشروع النص مليون وحدة اسكان اللي هي عواصم المحافظات، نستكمل تطوير المناطق العشوائية الغير مخططة، وايضا نكمل تطوير القاهرة التاريخية كدرة القاهرة القديمة. المشاريع دي كلها النهاردة بتتعدى تكلفتها 600 مليار جنيه اللي الدولة بتنفقها عشان تغير وجه حياة مصر. سيادة الرئيس موجه الدولة المصرية ان احنا لا نتوقف ابدا عن عملية التطوير، وان احنا الفترة الجاية لابد ان احنا نستمر. اذا كنا انهينا المناطق الغير امنة ندخل على المناطق الغير مخططة، نزيل الغير لائق منها ونعيد البناء بشكل فعلا يحقق جودة الحياة لأهالينا اللي موجودين في هذه المناطق عشان فعلا نغير وجه المدن المصرية كلها، وتبقى فعلا المدن المصرية زي ما هيكون الريف المصري مع مبادرة حياة كريمة هم عنوان للجمهورية الجديدة اللي احنا كلنا بنطمح ان احنا ان شاء الله تكون عليه شكل مصر في خلال السنوات القليلة القادمة. اسمحوا لي سيادة الرئيس ان احنا نعرض فيلم صغير الحقيقة من عملية الإزالة اللي بتتم حاليا في منطقة عزبة أبو قرن عشان نشوف شكل المنطقة النهاردة وإحنا بنزيل، وبرضو نشوف رأي الأهالي اللي موجودين لما بدأوا ياخدوا الوحدات السكنية الجديدة اللي هم بقوا موجودين فيها النهاردة. وكانت كلها حشرات وكانت بيوت وحشة وكان جو برد علينا ونطر بتنطر علينا وكانت مبهدلانا والعفش بتاعنا كان بيتبهدل. كنا نكون قاعدين والعقارب بتكون حوالينا، والد بيتي قرصت العقرب وسل المور. يعني الأوض كانت ما فيش أوض، كنا قاعدين فوق بعضينا، ما فيش باب على الحمام. تخاف تحط عيل في الأرض لحسن عربت ورسوا بالليل لو النور قطع، تخاف لحسن العارب والتعبين يسرحوا. في العزبة وحشة أوي، حاجات حشرات وكانت كانش حلو الصراحه خالص. صراحة ربنا الدنيا كانت وحشه خالص. انا كنت قاعده في عشه في بيت ابويا. بيت ابويا ده كان اوض عشش، والنطر كانت بتنطر علينا، كنا بنحط طبقان وحنا. كنت اصلي واقول يا رب يطلعني انا وعيالي واحفادي على غير سنه من المنظرين. حاجة جميلة جدا، يعني الدنيا نظيفة مفيش كلام، الدنيا نظيفة حلوة، أحسن بكتير، نظافة وسيراميك وبياض وسقف حلو. دلوقتي عايشين في شقة نظيفة وحاجة نظيفة. صراحة أنا قاعدين هنا في مكان نظيف فيه كل حاجة. الفرش جميل، مش هقول لك الفرش مش وحش، الفرش جميل وحاجة كلها جميلة، من الشاشة لسخان
للتلاجة البوتاجاز كل حاجة جابها لنا، كل حاجة فرشها لنا، مفيش إلا هدومي ومواعين اللي جبتها. حلوة كويسة وجميلة. وأنتري وتتنوم وتتنوم أطفال ونيش وسفرة وتلاجة وبوتاجاز. أنا هنا حاسة بالأمان، حاسة مستقبلها نظيف إن شاء الله وجميل. هنا نظيفة جدا، كل حاجة في الشقة أوضة نوم وأنتري وأوضة أطفال ونيش وكل حاجة، كل حاجة ما كانتش عندنا. لا الحمد لله هنا الرئيس موفرة كل حاجة كويسة الحمد لله. عاملين هنا بيت جميل عشان نقعد فيه أحسن من إحنا كنا قاعدين جنبه. شكرا يا رئيس السيسي. لا هنا مية مية، هنا يسلم الرئيس ويعيش للبلد وربنا يخليه للبلد ويعليها كمان وكمان. انا فخوره اللي انا ليا رئيس اسمه السيسي في مصر. انا بقول له انا بشكرك، هو فعلا هو ليه دماغ صح، هو ليه بيخطط، بيخطط ليه بقى؟ بيخطط عاوز يخلي الناس اللي في بيئه ده عاوز يخليها حاجه حلوه، عاوز بلده تبقى حلوه، عاوز يرفعهم لفوق مش يجيبهم في الارض. واحنا عارفين ان هو بيعمل كل ده عشان كده وعشان ايه؟ يخلي الناس اللي فيها احلى ناس ويعيشهم احلى عيش. شكرا يا فندم، متشكرين يا فندم.